طيب طيب احنا انت بتقول الثلاث طيب. سنين دولت احنا الغرض بتاعنا ان احنا نعمله في بالظبط ان احنا زي ما قلت نطلع من 6 ل 9، وونس ان احنا وصلنا ل 9 احنا خلاص عدينا كل الريسك اللي موجود، احنا معانا البيتنت، معانا السمان، او لا فاينل. انا مش جاي في حته تانية يعني، انا عمر اجي لك على الاوفر ده يمين شمال او فاينل. وانا لو وانا مش عارف، انا لو بقول لك انا مش عارف انا داخل ممكن اكون اشتريت ارجوك الفانتوش. وانت عملت كاونتر اوفر، انا اتخانق معاك. ممكن يبقى مزودها. ممكن اكون اشتريت الفانكوش فعلا يعني، انا ما اعرفش. ايوه بالظبط، يعني عارف اللي هو ايه، يا صابر اتنين عور. طيب لو احنا عملناها 20%، مفيش احنا او لا لو احنا عملناها 20% ونزلت 10% بعد 3 سنين بعد ريسك مقل، والله هتخانق مع لواب. لا هتخانق مع لواب. لا قول مبروك بقى. لا هو سيبوه على انت، خد قرارك. عايز طيب تكلم شريكك؟ ممكن اعمل مكالمه. اتفضل. حاضر. شكرا.